بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثالثة من مادة نظام القضاء والإثبات، والتي نتكلم فيها بمشيئة الله تعالى عن تنظيم محاكم القضاء العام. القضاء في المملكة بيوجد منه القضاء العام وبيوجد القضاء الإداري، وتوجد لجان لها اختصاص شبه قضائي تفصل في بعض الأمور. اليوم هنتكلم عن تنظيم محاكم القضاء العام. محاكم القضاء العام 3 أنواع. أول نوع منها اللي هو المحكمة العليا، وتاني نوع اللي هي محكمة الاستئناف أو محاكم الاستئناف، والنوع الثالث اللي هو محاكم الدرجة الأولى. وطبعا عندنا محاكم الدرجة الأولى 5 أنواع، هنعرف كل شيء بالتفصيل. أولا المحكمة العليا. المحكمة العليا ديت صدر بها نظام القضاء الجديد لعام 1418، لأنها لم تكن موجودة قبل ذلك الوقت. يبقى نشأت أو استحدثت المحكمة العليا بنظام القضاء الجديد لعام 1428، حيث أنها لم تكن موجودة قبل ذلك. المحكمة العليا هي المحكمة التي تتولى مراجعة ونظر الاعتراضات على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف. والمحكمة العليا بتسمى بمحكمة التمييز، وأيضا بتسمى بمحكمة النقض، ومقرها في مدينة الرياض. وطبعا المحكمة العليا ديت محكمة قانون وليس محكمة وقائع. يعني إيه محكمة قانون وليس محكمة وقائع؟ يعني بتنظر في مدى صحة تطبيق القانون على الوقائع، ولا تقوم بالفصل في إيه؟ في النزاع. جميع أعضاء المحكمة العليا يتم تسميتهم بأمر ملكي، ولا تقل درجة أي أحد منهم عن رئيس محكمة استئناف، وبيتم اقتراح أعضاء المحكمة العليا من قبل المجلس الأعلى للقضاء باستثناء رئيس المحكمة، ده بيتم تسميته بأمر ملكي. بتتكون المحكمة العليا من دوائر، كل دائرة بتتكون من 3 قضاة، بيكون أحدهم رئيس للدائرة باستثناء الدائرة الجزائية، دي بتؤلف أو بتتكون من 5 قضاة بيكون أحدهم رئيس للدائرة. أيضا استحدث نظام القضاء الجديد لعام 1428 هيئة بتسمى بالهيئة العامة للمحكمة العليا، بيرأسها رئيس المحكمة العليا، وبيكون جميع أعضاء المحكمة العليا أعضاء لدى هذه الهيئة، ولا تنعقد هذه الهيئة إلا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس. النوع الثاني من أنواع محاكم القضاء العام وهو محاكم الاستئناف. ومحكمة الاستئناف ديت عبارة عن محكمة بتقوم بالنظر في الدعوة التي سبق نظرها أمام محكمة أول درجة. والحكم اللي بيصدر من محكمة الاستئناف إما إن هو يصدر بتأييد الحكم اللي صدر من محكمة أول درجة، أو بإلغاء الحكم وإصدار حكم جديد. طبعا لا يمكن طرح أي نزاع أمام محكمة الاستئناف مباشرة، لأن محكمة الاستئناف ديت حتى تنظر في الدعوة لابد أن يكون قد سبق وفصلت فيها محكمة أول درجة. ومحكمة الاستئناف تعد درجة من درجات التقاضي، وهي محكمة وقائع وليس محكمة قانون، يعني بتقوم بالنظر أو بالفصل في الدعوة، بتقوم بالفصل والنظر في الدعوة. ومحكمة الاستئناف بتباشر الفصل في الاستئناف اللي بيقدم لها من خلال دوائر. هذه الدوائر هي الدوائر الحقوقية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية والدوائر التجارية والدوائر العمالية. طيب شروط الطعن أو الاعتراض على أحكام المحاكم الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف. أول شرط من شروط الاعتراض على محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى منهي للخصومة، منهي للخصومة. بمعنى أن أو حيث أن الأوامر والقرارات التي تصدر من محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوة لا تعتبر أحكام نهائية يتم الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف، ما دام أن النزاع ما زال قيد النظر أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم تصدر فيه محاكم الدرجة الأولى حكم نهائي.
الشرط الثاني وهو ألا يكون المعترض قد سجل قناعته بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى. الشرط الثالث وهو ألا بد من توافر صفة المصلحة في الطاعن. الشرط الرابع وهو ألا يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أصبح نهائيا، إما بفوات مدة الاعتراض أو باستنفاذ طرق الطعن عليه. بعد ذلك ننتقل إلى أنواع الاستئناف. استئناف الأحكام القضائية له ثلاث أنواع. النوع الأول اللي هو الاستئناف الأصلي. الاستئناف الأصلي ده بيتم رفعه ابتداء من المحكوم عليه ضد المحكوم له، لما يكون في نزاع ويصدر الحكم لأحدهم، الشخص المحكوم عليه بيرفع استئناف أمام محكمة الاستئناف، ده بيسمى الاستئناف الأصلي. النوع الثاني اللي هو الاستئناف المقابل، وده بيتحقق لما بيكون كل من الطرفين محكوم عليه ومحكوم له، وأحدهم بيرفع استئناف في مواجهة الآخر. في الحالة دي بيجوز للمستأنف عليه اللي هو الطرف الثاني ان هو يرفع استئناف آخر بدل من ان يقوم برفع استئناف جديد، بيرفع استئناف مقابل في نفس الخصومة بدل رفع استئناف جديد. ويشترط طبعا لقبول الاستئناف المقابل ألا يكون حق المستأنف عليه في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاد الاستئناف أو بسبب قبوله للحكم. النوع الثالث من أنواع الاستئناف وهو الاستئناف الفرعي. ده بتتحقق صورته لما بيكون كل من الطرفين محكوم عليه ومحكوم له، ويفاجئ أحد الخصوم أو أحد الخصمين بخصمه الآخر بتقديم استئناف أو طعن قبل أو قرب نهاية ميعاد الاستئناف. في الوقت ده لا يمكن للطرف الآخر أن يقدم استئناف مقابل بسبب فوات ميعاد الاستئناف أو بسبب قبوله للحكم، فالعدالة اقتضت أن يتم تمكينه من رفع استئناف بعد فوات الميعاد أو رغم قبوله للحكم، بيسمى استئناف فرعي. النوع الثالث من أنواع محاكم القضاء العام اللي هي محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الدرجة الأولى عندنا خمس محاكم. أول نوع من محاكم الدرجة الأولى اللي هو المحكمة العامة، والمحكمة العامة بتنظر أو بتختص بالنظر في أي نزاع ما لم يكن هذا النزاع نزاع متعلق بالقانون التجاري أو قانون العمل أو مسائل الأحوال الشخصية. إذن المحكمة العامة بتختص بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وطبعا لها على وجه خاص النظر فيما يلي: أولا، النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار. بتختص المحكمة العامة بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالعقار، وأيضا الدعاوى المتعلقة بإصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته. كذلك أيضا بتختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وكذلك أيضا بتختص المحكمة العامة في المحافظة أو في المركز الذي لا يكون فيه محكمة مختصة بنظر الدعاوى والقضايا والإثباتات اللانهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاصها. في اختصاص تلك المحاكم المختصة بتنظر المحكمة العامة في كل ذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. النوع الثاني من أنواع محاكم الدرجة الأولى اللي هي المحاكم الجزائية، والمحاكم الجزائية بتتألف أو بتتكون من دوائر، بكل دائرة بتفصل في نوع معين من أنواع الجرائم. وطبعا المنظم حدد في نظام القضاء لعام 1428 هذه الدوائر في المادة 20 منها، حيث حدد المحاكم الجزائية بأنها دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية ودوائر قضايا الأحداث. والمحاكم الجزائية دي بتشكل من ثلاث قضاء باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فبينظرها قاضي فقط. النوع الثالث من أنواع محاكم الدرجة الأولى اللي هي محاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم الأحوال الشخصية بتختص بالفصل في أي نزاع متعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ولنص على ذلك نظام القضاء لعام 1428 حيث نص على أن تتألف محاكم الأحوال الشخصية في المادة 21 من دوائر أو من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة وتكون كل دائرة من قاضي فرد أو أكثر وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
وبتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر فيما يلي. بتختص طبعا بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية كإثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة، كل ده بتختص به محاكم الأحوال الشخصية. كذلك أيضا بتختص بإثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاء وحصر الورثة. كذلك أيضا بتختص بنظر المنازعات الإرث وقسمة التركة. كذلك أيضا بتختص بنظر ثبات تعيين الأوصياء أو إثبات توكيل الأبكم الذي لا يعرف القراءة والكتابة. كذلك أيضا بتختص بنظر الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، وأيضا بتختص بالدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. النوع الرابع من أنواع المحاكم العامة اللي هي المحاكم التجارية، والمحاكم التجارية بتختص بنظر أو بالفصل في أي نزاع يتعلق بالأعمال التجارية، سواء كانت الأعمال أعمال أصلية تجارية أصلية أو تبعية وفقا لما يحدده القانون التجاري. وطبعا المحاكم التجارية بتشكل من دوائر متخصصة، كل دائرة بتتكون من قاضي فرد أو أكثر وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. النوع الخامس من أنواع المحاكم العامة اللي هي المحاكم العمالية، والمحاكم العمالية بتختص بالنظر في النزاع المتعلق بعقود العمل أو بأجور العمال أو أي حق من حقوق العمال أو بالإصابات العمل والتعويض عنها. كذلك أيضا بتختص بالفصل في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل أو في نظام العمل، وأيضا بتختص بنظر المنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل. والمحاكم العمالية تشكيلها نفس تشكيل المحاكم التجارية، بتشكل من دوائر متخصصة، كل دائرة بتتكون من فرد من قاضي واحد أو أكثر وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.